والله هو في ارتفاع بفواتير الكهرباء وفي ارتفاع فواتير الميه، يعني في الميه لسه يمكن مشكلتها اكثر، لان الميه بعض المرات في دورات تجي عندك مرتفعه او عاليه بقول لك هذه الفاتوره جاي زي هيك، او العداد عندك بكره زي هيك، لان معظم العدادات يعني كل الناس يحكونها عدادات غاز. قال لك يعني هو كل شيء غالي، كل شيء رفعوه، كل شيء عليها ارتفاع، كل دوره بتيجي ارتفاع عليها اكثر من 5 دنانير، والكهرباء يجي فيها ارتفاع 3 دنانير. بنقول شو السبب؟ يقول لك هيك الماء، يكتب الفاتوره ويظل طالع. الجابي ما عليه حق، ما بلش فينا، بيعطينا الفاتوره يقول مع السلامه. هذا السبب بس، اما في ارتفاع. اسعار كهرباء هذا عداد يعد لا يستطيع انسان ان يلعب فيه، لا الجابي ولا الشركه، شو سحبت انت بيطلع عليك، اما حسابات فروق الاسعار، فروق الطاقه اعلن بها وزاره الطاقه. في ارتفاع مبين ملحوظ يعني بصراحه. لانه الشهر اللي فات انا متجوز جديد، اول فاتوره كانت تطلع علي 5 دنانير، ثاني فاتوره 6، يعني ارتفاع بسيط ممكن. الشهر الجديد اللي احنا فيه 3 دنانير زياده مره واحده ارتفعت، ومع انه المصروف الكهرباء اللي عندنا صار يقل، صرنا نقله ونوفر بالبيت، مما كمان انه زاد فاتوره الكهرباء 3 دنانير زياده. يعني مش عارف شو الاتخاذ الاجراءات اللي لازم الواحد يتخذها، شو نعمل، مش عارف ليش الامور هاي توصلت لهي الحد. الواحد بيتخلص من امور بسيطه بتجي اشياء زياده، الواحد يعني الحمد لله على كل شيء.